برضه يا استاذه امل، اكيد يعني بحكم يعني وجودك في اللجنه دي بصفه خاصه، وهي لجنه فاعله وناشطه في النادي الاهلي، وليكم يعني اجنده واضح ان هي مليانه كده من احداث كثيره، لاحظتي ايه في الفروقات بين الاجيال الجديده وبين اجيالنا احنا مثلا؟ يعني اكيد هم اكثر تطورا، بس في صوره طبعا. ايه؟ احنا حضرتك يعني اثرت نقطة مهمة جدا، احنا كان عندنا الجيل دوت غير جيلنا شوية، الجيل ده متفتح اكتر، التكنولوجيا اكتر، طبعا احنا ملاحظين ان دايما الاطفال ماسكين الموبايل سواء كان على العاب او على فيديوهات، واحنا كان لينا ورشة عمل على الموضوع دوت، الادمان الالكتروني واتكلمنا عنه قبل كده جدا المهم ده كان مهم ليا انا شخصيا، عايزه اعرف ازاي نتحكم في الطفل ان هو ما يفضلش ماسك الموبايل، ممكن يمسكه بحدود او بوقت معين لحاجه معينه. للاسف دلوقتي عندنا نسبه كبيره جدا من الاطفال في استخدام الموبايل بس استخدام خاطئ، ممكن يلعب لعبه معينه بالساعتين ثلاثه طب ماسك الموبايل. بالمناسبه نظرا لاهميه الموضوع ده بصفه خاصه، وكتير قوي من الاهالي بيشتكوا وخايفين كمان على اولادهم، لان الكلام ده بينعكس بالسلب ذهنيا والنظر و100 الف حاجه، لقيتوا ايه حلول المشكله دي؟ حلول المشكلة دي ان اكتر يعني حل وصلنا له ده بيجي النتيجة لايه؟ الوقت الاب والام، طبعا في ناس في اشغالهم فالنسبة الاكبر بتبقى مش مع الطفل، ودايما انا دي يعني المشكلة دي واجهتنا برضو في الاجتماعات اللي فاتت، ان الاب والام لا انت لازم تعمل كذا، طب انا مش حابب العب اللعبة دي يا بابا مثلا. او انا مش حابب يعني اتخصص في الموضوع دوت، فابتدى الاب لا يضغط على الولد فبقى يلجأ لايه؟ الحاجة اللي بيطلع فيها طاقته اللعب. فاحنا لجأنا يعني عملنا كذا ورشة عمل وندوة وجبنا دكاترة متخصصين نشوف ازاي الاب والام يقدروا بطريقة بسيطة جدا ان هم يتلاقوا مع الاطفال في الحاجة اللي هم حابينها، يعني يفهموا الحاجة اللي احنا من غير افراط، من غير افراط، لان طبعا الولد بيبتدي يروح للحاجة اللي ما عليهاش قيود او الحاجة اللي مفتوحة او السهلة بالنسبة له ومحدش هيقوله عليها لا. فده كان موضوع مهم جدا، كان لازم الاول قبل ما نعمل تارجت للطفل لازم الاباء والامهات كانوا ده الهدفنا الاول، لان دول اللي بيطلعوا الكادر اللي احنا عايزينه، فكان اول حاجه لازم نبتدي يعني بالاب والام الحقيقه يعني.